النشيد الوطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة مساعد مدير عام التعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر ابن فتح الدين دويري، سعادة مشرف النشاط الثقافي بوزارة التعليم الأستاذ سالم بن أحمد الزهراني، أصحاب السعادة وأعضاء لجنة التحكيم، أيها الحضور الكرام، الزملاء المشاركين في هذه الفعالية من منطقة نجران ومحافظات بيشة، محاي العسير وصبيا وسرات عبيدة ورجال ألمع وظهران الجنوب. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في جازان البحر والسهل والجبل بين خمائل الفل ومشاتل الكاذي وأروقة الثقافة والأدب، هنا جازان، هنا الشموخ، هنا الصمود، هنا الثبات. يطيب لنا في هذا الصباح العاطر بالوفاء لهذا الوطن العظيم أن نرحب بالضيوف الكرام القادمين من مناطق المملكة للمشاركة في هذه الفعالية، قائلين لهم: طابت خطاكم و تبوأتم الخير والفلاح، ونسعد أن نقضي معكم أوقاتا سعيدة جميلة مفعمة بالفائدة ومكللة بالأزاهير المسرحية الشذية. نلتقي اليوم تحت مظلة المسرح المدرسي لنشاهد أبناءنا الطلاب يستعرضون مهاراتهم ومواهبهم على خشبة المسرح، يحلكون بنا في عالمه ويختطفون مشاعرنا في مجالاته المتعددة ودروبه المتشكلة بأشكال الإنسان في شتى مشاربه وفنونه. خير بداية لحفلنا هذا تلاوة آيات من القرآن الكريم، يرتلها على مسامعنا القارئ الطالب عمر السيد الجمال من مجمع الشماخي التعليمي بمدينة جازان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن
العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نحن السعوديون همتنا لا تنكسر، وطموحنا يعانق عنان السماء، وسيرنا لا يتوقف نحو القمة. ولأننا سعوديون لا نهاب الموت ولا نخشى العدو، نعشق السلم لمن أراد السلام، ونعانق الحروب ضد الخونة اللئام. نحن السعوديون حزمنا لا يلين، وعزمنا لا يقهر، لأننا نسير خلف قيادة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله. الآن مع كلمة ترحيبية بالوفود المشاركة في هذه الفعالية، يلقيها مدير إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ محمد ابن إبراهيم النعمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. سعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر بن فتح الدين دويري، سعادة مشرف عام النشاط الثقافي بالوزارة الأستاذ سالم سامين، أصحاب السعادة أعضاء لجنة التحكيم، ضيوفنا الكرام من مشرفين ومعلمين في الإدارات التعليمية المشاركة، أبنائي الطلاب، زملائي الكرام، أيها الحفل الكريم. المسرح المدرسي فن من الفنون التي لها أهداف وغايات كبرى، يأتي في مقدمتها تكوين المواطن الصالح الذي يخدم دينه ووطنه ومجتمعه، وتتفرع عن هذه الغاية الكبرى أهداف نوعية أخرى يستوجبها المسرح المدرسي، سواء كانت هذه الأهداف معرفية أو وجدانية أو تربوية. من هنا كان اهتمام قيادتنا الرشيدة على بناء الشخصية السعودية وتشجيع كل ما يسهم في جودة الحياة تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030. أيها الحضور الكرام، إننا اليوم نقف هنا لنصفق لكل المواهب الطلابية الإبداعية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، وسنبارك للمتاهل بمشيئة الله. بالأمس حقق أبناؤنا الطلاب إنجازاً وطنياً يضاف لمنجزات هذا الوطن العظيم، حيث حصدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الجائزة الكبرى لأفضل عرض مسرحي في مهرجان الطفل العربي بالأردن 2019، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل أول في الأطفال، وإشادة من لجنة التحكيم بأفضل عمل جماعي وأفضل تقني صوت. مبارك للوطن، ودعواتنا بمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات في ظل رعاية فائقة واهتمام كبير من لدن حكومتنا الرشيدة
بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. عبارات الشكر والتقدير لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ولمساعديه الكرام على دعمهم الدائم واللامحدود لبرامج النشاط الطلابي، والشكر لزملائي في إدارة النشاط الطلابي على تنظيم برامج المركزية المتتالية، ويأتي برنامج المسرحي في منتصف هذه البرامج. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام، مع تمنياتي لكم بجولات رائعة وشيقة ومفيدة، أكرر الترحيب بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الجنوب جزء لا يتجزأ من هذا الوطن العظيم، هنا الجنوب صمود وثبات وشجاعة وقوة، هنا الجنوب مقبرة للمعتدين وهلاك للطامعين ودمار للحاسدين، وقوة ضاربة على أيدي الغدر والخيانة، ففي الجنوب رجال لا يهابون الموت مرخصين أنفسهم فداء لهذا الوطن الطاهر. فالسعوديون حمم بركانية تحرك أجساد المعتدين. الآن مع كلمة لمشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم الأستاذ سالم بن أحمد الزهراني. قبل كل شيء بسم الله، وله الحمد والثناء، عدد كل شيء، ملء كل شيء، زنة كل شيء، ننعم في بلد آمن، ومن هنا ومن الحد الجنوبي نتنافس بشرف ونقدم رسائل للعالم أجمع. نحن السعوديون همة حتى القمة. نصلي ونسلم على خير البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، سعادة المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر الدويري، الجمع الكريم، نحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم ثقافي عامر، صباحكم مسرح، حضوركم مسرح، وهنا مسرح. نسعد أن نشاهد أفكار أبناءنا بأجسادهم ترسل لنا من خشبة المسرح رسائل لنا من شتى الإدارات التعليمية لتحقق أهدافها التي رسمت لها، ولنستمتع نحن كمشاهدين بهذه العروض المختلفة، وكأننا ننظر عبر حدائق مختلفة من شتى الإدارات. لكن الأهم أننا هنا في الحد الجنوبي نقدم رسالة أن السعودية وطن لا يكسر أبدا. لن أستغرق طويلا في الشرح أو الحديث عن المسرح، فكل جملة أو عبارة هي للمسرح وفاية، ويظل المسرح هو الركيزة الأهم لكل المناشط الثقافية، ولذلك فقد أولت وزارة التعليم هذا المسرح جل اهتمامه. وبالأمس القريب، وكما ذكر أخي الأستاذ محمد مدير النشاط في كلمته، حققت السعودية مركزا متقدما على مستوى الدول العربية، ولهذا كان لهذه المنافسة أن تكون على مستوى الإدارات التعليمية. وفي إحدى المجموعات هنا في جيزان، جيزان الفل والكادي، تصفية لكي يظهر لنا من هذه المجموعة أفضل عرض متكامل أول وأفضل عرض متكامل ثاني، ليتم التنافس في مرحلة نهائية على مستوى المملكة في منطقة الرياض بإذن الله. أحبتي الكرام، أود في هذه العجالة البسيطة أن أتقدم بالشكر الجزيل للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على حسن الضيافة والاستقبال والتنظيم، ف
فمنذ أشهر بدأ العمل على قدم وساق بقيادة المدير العام ومساعديه وسعادة مدير النشاط وجميع العاملين، ولمسنا منهم الاهتمام والحرص والمثابرة على أن يكون هذا البرنامج هو برنامجاً ناجحاً بكافة المقاييس والمعايير، فقد كان ذلك، ورأينا الاستقبال وحسنه مع الابتسامة والورد. فشكراً لجيزان، شكراً لهذه الروح التي تعمل وكأنهم جسد واحد وروح واحدة من أجل إنجاح هذه التصفية. اسمحوا لي في الختام أن أقدم الشكر الجزيل أيضاً للإدارات التعليمية التي شاركت في هذا المهرجان الثقافي الرائع، وأتقدم أيضاً بالشكر الجزيل للسادة أعضاء لجنة التحكيم ويمثلهم الأستاذ محمد الغفيلي من تعليم الرس، والأستاذ ياسر الحارثي من تعليم تبوك، والأستاذ بكر بن عبد السلام من تعليم الرياض، ولكم جميعاً وللجميع كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوطن هو الحب الأبدي الذي يسكن في قلوبنا، الوطن في قلوبنا عشقا وولاء ووفاء، وهو الحب الأبدي الذي لا ينتهي على مر العصور. ونحن كسعوديين نبذل كل غال ونفيس للحفاظ على أمن هذا الوطن العصي على أعدائه، الكريم على أبنائه، المعطاء للأمتين العربية والإسلامية. الكل يفاخر بأنه سعودي ويعتز بانتمائه لهذه الأراضي الطاهرة، الكل يتسابق لنيل شرف الدفاع عن تراب هذه الأراضي المقدسة.